شوط اول اهلاوي متميز ينتهي بفوز مستحق بهدف ولا اروع لبرونو سافيو على اصحاب الزي الابيض. معانا الهدف على الشاشه، هدف ولا اروع ومهاره عاليه جدا جدا من برونو سافيو، انتهت بنجاح في شباك محمد عواد لينتهي الشوط الاول بتقدم مستحق للنادي الاهلي لاعبا ونتيجه. نروح لفاصل ونرجع ناخد اراء محللنا الكبار بعد الفاصل، ارجوكم انتظروا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تقدم مستحق النادي الاهلي واداء مميز كعاده مباراه الاهلي والزمالك. زي ما اتفضلت وقلت يا كابتن ايمن، اسلوب الضغط على الخصم والضغط على نادي الزمالك اصفر عن هدف، وهدف رائع بصراحه لبرونو سافيو بيمضي اول حضور ليه مع النادي الاهلي، هدف عالمي الحقيقه. اتمنى ان الشوط الثاني يكون نفس الشكل. شفت بعد ما جبنا الثقه اللي خدناها بعد الهدف واتلعب بالكعبوته ورحنا على الجون مرتين ثلاثه كان ممكن نعزز الهدف، وفقدان نادي الزمالك الثقه تماما بعد الهدف اللي جه فيها، اسلوب الضغط اللي احنا جه، الحاله البدنيه اللي بكلمك عليها، الحقيقه هو ده النادي الاهلي، هي دي الحيويه، هو ده النشاط اللي احنا بنتكلم عنه. باذن الله تكمل على خير، والشوط الثاني يعزز الهدف ويتوج باذن الله بالكاس. باذن الله. النتيجه منطقيه يا كابتن علاء للشوط الاول، وانت قلت حاجه، قلت الضغط بيولد اخطاء، وده اللي شفناه في الجول. ده اللي حصل. هو بس بدايه المباراه كانت مع الزمالك، بس اللي يحسب لعيبه النادي الاهلي هم رجوعهم على طول في المباراه، بداوا يتحكموا في شكل المباراه، الضغط بقى اكتر، الفرص بقت اكتر. يمكن يعني الفرصه اللي جاب منها سافيو دي جون، كانت في فرصه قبلها. ايوه. اللي هي بتاع شادي جاب شوطه وسافيو كان متقدم، فسافيو كان زعلان فوقف. مزبوط. كويس. لكن هو الضغط اللي حصل في نص الملعب خلى زكريا وردي باصي التمرير غلط اللي استلمها، والتمويه اللي عملها مع عبد الغني ومحضر، يعني تمرينه محضر هيعمل ايه، حطها هدف حلو قوي. أيوة. بعد الهدف اعتقد ان لعيبه النادي الاهلي ازدادوا ثقه. مزبوط. يعني هو المباراه من الاول مشدوده، الضغط متبادل بالاثنين، في جري كتير، لكن الواحد صفر تخرج بيها الشوط الاول اعتقد نتيجه ممتازه لعيبه النادي الاهلي. لعيبه الزمالك هتبقى تحت ضغط جامد جدا من الشوط الثاني، ممكن سهل جدا ان شاء الله تضيف الهدف الثاني باذن الله. كابتن اسامه، يمكن توقيت الهدف كان متاخر شويه، بعد الهدف شفنا في الوقت القليل المتبقي من الشوط الاول ارتباك كبير جدا في صفوف نادي الزمالك. لان الهدف جه مفاجئ، يعني السيطره كانت متبادله. قبل الهدف كان في واحده اللي علاء اتكلم عليها دلوقتي، سافيو كان ماشي وهيحطها لشادي حسين، كان قلنا لو حطها الناحيه الثانيه كان انفراد لطاهر. مفيش لحظه اتردت بهدف، بس في كوره برده مهمه قوي احمد عبد القادر عملها. حلوه قوي من ناحيه الشمال ورجعها لطاهر. طاهر استعجل، لكن هدف اهو ده الهدف يا كابتن اسامه. هدف رائع. حلوه حلوه، وتصرف حلو من سافيو. اللي احنا يعني قبليها بلحظات بنقول انه لازم يتحرك اكتر من كده، لازم ينزل يستلم من السوليه وحمدي، لكن الهدف حطه بشكل جميل. نجيبه مره ثانيه بعد اذنك. ايوه، الهدف اتحط بشكل حلو قوي. حلو قوي. طبعا، وزادت ثقه لعيبه النادي الاهلي. العدله الثانيه دي هي الجول. طبعا، هو بص كويس جدا على عواد، ما هو عملها حلو قوي. الخطا من زكريا الوردي، ثم هو خدها وتصرف كويس قوي. كمان في نقطة مهمة حصلت أعتقد هتأثر على أداء نادي الزمالك، ولذلك ممكن يحصل تغيير، اللي هي لما أبو الفتوح طلع وراح عمر جابر ناحية الشمال. صح. لأن زيزو وإمام وكان أبو الفتوح الثلاثة بيميلوا ناحية الجبهة الشمال، فكانوا عاملين قلق شوية للجبهة. أنا أعتقد إن النقطة دي نقطة برضو تحول في خط دفاع نادي الزمالك. هنشوف إن شاء الله بين الشوطين إيه اللي هيحصل بإذن الله إن شاء الله. كابتن أسامة، أعتقد إن النادي الأهلي مش هيغير لا من أسلوبه ولا من لعبته في الملعب، انما نادي الزمالك ممكن نشوف تغييرات الشوط الثاني. مع ممكن الزمالك يبدا كده الشوط الثاني، يبدا كده بنفس اللعيبه الشوط الثاني. احيانا مستر فيريرا في الماتشات اللي زي دي بيبتدي بشيكابالا من بدايه الشوط. ممكن نغير طريقه اللعب، ممكن يلعب باربعه ورا، يغير طريقه اللعب ويزود في نص الملعب. النهارده نادي الزمالك خسران الشوط الاولاني، فاكيد مع مرور ربع ساعة و15 دقيقة في الشوط الثاني ممكن يغير شكل وطريقة اللعب، بس بدل ممكن يبقى في مساحات كبيرة جدا في خلف مدافعي نادي الزمالك ممكن يستغلها النادي الأهلي. ما هو ده النهارده دور طاهر، محمد طاهر وأحمد عبد القادر. أيوه. لازم النهارده أرجع مع عمرو السولية مع حمدي فتحي مع برونو سافيو وأرجع أضم، بحيث النادي الأهلي يعمل خماسي في وسط الملعب، أقدر أستحوذ على الكورة، أقدر أدافع بشكل مميز. عجبني النادي الأهلي، بداية فيها تركيز، فيها روح عالية،
فيها قوه في الاشتراكات، كان فيها استعجال وصربعه بلغه الكوره، لكن النادي الاهلي كان هو الافضل في الشوط الاول. والدراع كده الفرص اللي جات لطاهر محمد طاهر، لشادي حسين، لبرونو سافيو، والتكمله بتاعته. اتمنى النادي الاهلي يعزز الهدف بهدف باذن الله، ده هيديله افضليه في الشوط الثاني. ودفاعاتك النهارده محمد عبد المنعم، محمود متولي، اكرم توفيق، عايز الثلاثة واقفين زي ما هم. اكرم ما شاء الله الشوط الاولاني عامل شوط هايل جدا. صحيح. زيزو، الجزيري، امام عاشور بيميلوا ناحيته لكن هو واقف بشكل ممتاز. اتمنى ان شاء الله يبقى دفاعات النادي الاهلي كمان في الشوط الثاني افضل، ونقدر نعزز الهدف بهدف ثاني. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني لتحقيق الفوز، وباذن الله زي ما قلت لكم خليكم متفائلين، ليله اهلاويه حمراء بمشيئه الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.